السلام عليكم، مرحبا بلالا بلوس عندي في العيادة ديالي. معكم هناء الشرقاوي، أخصائية في محاربة السمنة ولي ماساج. قريت لي ماساج في روسيا، قرروني دي روس اللي هما تبارك الله أخصائيين في جميع أنواع الماساج. هاد لي ماساج تنخدمو تنكسر به الدهون اللي تتعاني منها معظم النساء، دهون اللي تكون على جميع أجزاء الجسم، منها دهون البطن، دهون الأرداف، الفخذين، دهون اللي في الأيدي تاهية، دهون اللي في الجوانب ديال الكرش، جميع أنواع الدهون. بالفعل مساج هاد التدليك اللي تنقومو به تنقص الدهون، تنقصها سورتو لكانت الدهون في الجسم كثيرة أو الشحوم راه تتكون على شكل بودورونج. جميع السيدات يعانيو من هذا المشكل ديال البودورونج، تتكون بحال شي قشره ديال البرتقال كما تنقولوا، ولكن خص الحصص يكونوا متواليه ويكونوا مقادين، وتكون السيده هي مساعداني انها تجي في الوقت ومتبعه معايا، وتكون ان شاء الله نتيجه تكون نتيجه مضمونه.